جمعيه رؤيه حره. احنا اليوم مجتمعين بمناسبه المنتدى الاجتماعي العالمي في نشاط حول حقوق الشباب، والنشاط هذا متمثل في ورشات لصياغه اتفاقيه دوليه للدفاع عن حقوق الشباب. تمثلت ورشات في ورشة للحقوق السياسية والمدنية، ورشة ثانية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورشة ثالثة للحقوق الثقافية والبيئية. تفاعلوا معها شباب من مختلف البلدان ومختلف القارات، وقدموا مجموعة من الاقتراحات وترتيب الأولويات في الحقوق اللي يشوفوها هما ضرورية واللي محتاجين تكون مضمونة من قبل الحكومات. خرجنا بمجموعة توصيات، بمجموعة اقتراحات مضامين تم بها صياغة اتفاقية دولية للدفاع عن حقوق الشباب. كتبوها هم الشباب، يعني احنا عندنا فكرة المبادرة، لكن الصياغة المضمون بتاع الاتفاقية يخدموه هم الشباب، هم اللي يقترحوه، هم اللي يشاركوا. Donc, on a revu l'Ardal, on s'est partagé dans des ateliers qui m'a dû racheter et le concept esprit dans l'association Hedi. Donc, Kasmouna, je mets à la culture, je mets à l'IA, je mets à les droits judiciaires, etc. Donc, on a essayé de mettre un ensemble de, des idées, des propositions de droits des jeunes. Vous savez qu'elle est en cours d'études. Et voilà, moi, بالنسبة لي أنا معناتها جو تخوف بيان لي الحكاية ديال لي انتيريسونت، ديجا جو سوي جون دونك سا في بارتي دو ما بروبر في، دونك بيسكو سا صحيح عندنا لي دغوا انترنا مي سا مونك ان بو باسكو جون ماهوش الكبير وماهوش الصغير، مش المرا. اليوم الحركة الشبابية على المستوى العالمي تطالب باتفاقية دولية خاصة بالشباب، باعتبار الشباب اليوم أصبح عرضة لكل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا مع تنامي الأزمة الاقتصادية.